السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الفيديو قبل الأخيرة من أساسيات، نحن نتحدث عن أساسيات كتابة التقارير بغض النظر عن نوعها وطبيعتها وإلى آخر ذلك، لأن هناك في محاضرات للمحترفين، هذه المحاضرة هي للمستوى المبتدئ والمتوسط من الطلاب الذي ليس لديهم خلفيات في كتابة التقارير. سوف نتناول في هذا الفيديو نماذج أو نوعين من النماذج للتقارير، وهو التقارير المعلوماتية، أي الذي لا يحتوي على جزء تحليلي، والتقارير التحليلية التي تحتوي على جزء تحليلي. وتناولنا سابقا في أحد الفيديوهات أنواع التقارير، هنا سوف نتناول التقارير أيضا القصيرة التي يمكن كتابتها على شكل تقرير أو مذكرة أو رسالة إذا كانت خارجية. نلاحظ أنه بيكون دائما معنا التقرير مع عنوان رئيسي، فمثلا هنا يتكلم عن مبيعات مادة البلوثين للربع الثاني من العام الحالي، أي يتناول فترة زمنية هي الربع الراهن من العام الراهن. فيبدأ المقدمة، شملت في هذه المقدمة اللي هي الجملة الرئيسية ماذا سيتناول الكاتب في هذا التقرير. تلاحظوا في مقدمة التقرير ويكتب العنوان المقدمة، في هذا التقرير سنتحدث عن مبيعات مادة البلوثولين للربع الثاني من العام الحالي إلى آخر ذلك. وتأتي أهمية هذا التقرير لإعطاء صورة، شوفوا هذا اللي يسمى الغرض من كتابة التقرير، صورة واضحة للمسؤولين عن وضع المنتج على النحو التالي. ثم يسرد العناصر الرئيسية للتقرير، العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية، أسواق شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، ويعطي فكرة رئيسية، كان هناك انخفاض في الكميات المخطط بيعها وارتفاع أسعار المنتج والمنافسات الشديدة. ثم ينتقل اثنين الأسواق الأوروبية، وهنا يعني نلاحظ أنه استخدم الكاتب العنصر الجغرافي في ترتيب مضمون التقرير، أي أسواق أوروبية، أسواق أمريكية، أسواق آسيوية، وأسواق الشرق الأوسط، والأسواق المحلية. ثم انتقل إلى خاتمة التقرير، ونلاحظ أنه في خاتمة التقرير تكلم عن هذا التقرير، تناولنا المبيعات للربع الثاني من هذا العام وما المشاكل اللي واجهتها في بعض المناطق. ثم انتقل ونستنتج من التقرير الاستنتاج النهائي، ويوصي في التقرير فتح الأسواق الجديدة الواعدة إلى، وهنا شمل الخلاصة والاستنتاج والتوصية. نأتي بالنموذج الآخر من التقرير، تقرير عن ظاهرة انتقال بعض الكفاءات والقيادات المدربة من شركة إلى شركة أخرى والفعالة من شركة إلى شركات أخرى منافسة. بدأ بالتقرير يتكلم عن هذه الظاهرة وكيف حدثت هذه الظاهرة، ثم ينتقل ما الأهمية التقرير في تناول هذه الظاهرة، ثم انتقل إلى سرد يسمى صلب الموضوع، أو يمكن تكتب خلفيات عن الموضوع، كيف مقابلات مع بعض الكفاءات التي تركت الشركة، إجراء مقابلات مع بعض الكفاءات التي لديها الرغبة في الانتقال إلى شركات أخرى منافسة، وضع الشركة الحالي ومزاياها، ثم تناول صلب الموضوع على هذا النحو، وانتقل إلى الخاتمة. في الخاتمة كونه تقرير تحليلي فصل التوصيات عن الاستنتاجات وعن الخاتمة في نقاط، فوضع التوصيات في نقاط ووضع الاستنتاجات في نقاط رئيسية، وهذا ما نسميه بالتقرير التحليلي القصير. إذا تناولنا هذا النموذج ولاحظنا كيف يتم ترتيب التقرير وما هي المسهم هنا، لاحظنا أيضا لو عدنا نظرة شكلية في التقرير، فقد استخدم كاتب التقرير إلى العنوان الرئيسي، عناوين فرعية زي المقدمة، استخدم أسلوب التنقيط الرقمي ونوع ما بين الفقرات الرئيسية 1-2 والفقرات الفرعية ألف باء. ثم انتقل في الخاتمة وسردها في فقرات بحيث فصل ما بين الاستنتاج والتوصية. في التقرير الثاني لاحظ أن هناك العنوان الرئيسي وعنوان
عناوين فرعية لي، ثم انتقل إلى صلب الموضوع وسرده على شكل نقاط، وأستخدم الأسلوب الرقمي والأسلوب النقطي في ترتيب صلب التقرير، ثم أوضع كلمة الخاتمة، وهنا أستخدم الأسلوب التنقيط الترقيم النقطي أو التعداد النقطي، كونه لا يعكس أهمية النقطة الأولى عن الثانية، وإنما يعكس أهمية الترتيب. فقلة الدعم وقلة العام بمستوى نفس الاستنتاج ونفس الأهمية، لكن في التوصيات تستخدم أسلوب التعداد الرقمي، وهنا يعني أن التوصية الأولى هي أهم من التوصية الثانية، والتوصية الثانية هي أهم من التوصية الثالثة. هذه هي الأدوات اللي يمكن نستخدمها، وهذه موجودة في برنامج الوورد، وسوف نتناول في إحدى الفيديوهات استخدام برنامج الوورد في إعداد مسودة التقارير. نتمنى لكم التوفيق.